السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة وريفيو جديد. الصدفية من الحاجات المزعجة جدا جدا جدا، خصوصا لما بتكون في الشعر، بتسبب حكة وتهيج فروة راس واحمرار وتقشر وقشرة في الراس وحاجات كتيرة قوي قوي بتسبب بعد كده تساقط الشعر، بتنزل قطل من الشعر بسبب المشكلة دي خصوصا لو ما تحلتش. فلو انت بتدوري على شامبو يعالج معاكي الصدفية الموجودة في الشعر، يحافظ على شعرك ويكون في نفس الوقت خالي من الكبريتات وخالي من الكحول وخالي من المواد الحافظة الخطيرة، فاليوم جايبالك شامبو هتشكريني عليه طول حياتك. هتستخدميه مرتين بس في الاسبوع بالطريقة اللي انا هقولك عليها، وحقيقي هتشوفي مني النتائج هايلة. قبل ما تحكمي عليه عايزاك تجربيه بنفسك، بس نهاية الفيديو اتفرجي عليه عشان النهاردة هقولك ازاي تستخدميه وهقولك مميزات وطريقة الاستخدام بتاعته. حبايب قلبي ما تنسوش اللايك لو سمحتم، لايك مش هيخسرك حاجة خالص، ولكن هيساعدني ان المحتوى ينتشر ويوصل لغيرك ان شاء الله، وبفضل دعمكم القناة تكبر اكتر واكتر. اسم الشامبو اسمه نيزورال، وطبعا نيزورال مشهور جدا ومعروف، كل الاطباء الجلديه بينصحوا بيه. في منه انواع للقشره، في منه انواع لتتقيل الشعر، في منه انواع كتير. النهارده هنتكلم عن نيزورال للصدفيه. هو بحمض السلسلك 3%، بيعتبر في مواد طبيعيه كتير زي زيت شجره الشاي اللي بيقلل من الاحمرار الشعر، احمرار فروة الراس، بيقلل من الحكة، بيقلل من تهيج فروة الراس. كمان تأثيره يعني سريع المفعول، خصوصا لو كانت الصدفية بتاعت الراس دي حالة مزمنة، يعني بتيجي وبتروح، بتأتي وبتذهب. لو انت عندك تهيج، حكة، احمرار، تقشر، استخدامي الشامبو ده وعلى ضمانتي. اقوى كريم، اقوى شامبو ممكن تستعمليه في حياتك. بيخفف من الصدفية، بيخفف من الاعراض، بيسيب شعرك نظيف مليان بالزيوت زي زيت شجرة الشاي، الشاي الاخضر، فيتامين ه، فيتامين ج، خالي من العطور الصناعية اللي بتعمل تهيج في فروة الراس. مش هتلاقي احسن من كده. بس طبعا انصحك قبل استخدامه، لو انت عندك صدفية كمان في جسمك فلازم تكوني بتستعملي الشامبو ده تحت اشراف الطبيب. لو انت عندك حساسية من مكونات المنتج لازم تكوني بتستعمليه تحت اشراف الطبيب. تجنبي ملامسة الشامبو للعين، وفي حالة حدوث تلامس اشطفي العين على طول بالمية الكتير، وتوقفي عن الاستخدام واسألي الطبيب لو حالة زادت سوء او مفيش اي تحسن او اي تأثير بعد الاستخدام، خصوصا الاستخدام المنتظم، لان الشامبو ده مينفعش تستخدميه مرة وتبطليه، لا ينفع، يفضل ان انت تستخدميه عشان تحصلي منه على افضل النتائج. تستخدميه مرتين على الاقل في الاسبوع او على حسب توجهات الطبيب، ويكون على شعر مبلول كويس جدا بالمية. قلبي كده اكون خلصت ريفيو اليوم، زي ما دايما بحاول اتعب والله العظيم في المحتوى جامد جدا، وبحاول ادور لكم على المنتجات اللي تعجبكم واللي تفيدكم. فحاولوا كمان ان انتم تساعدوني عن طريق تحطوا لايكات كتير للفيديو، عن طريق تعملوا شير للفيديو مع اصحابكم، مع الجميع، لكي تعم الفائدة ان شاء الله. بفضل دعمكم المستمر ان شاء الله القناة دي هتكبر، وحنوصل لأكبر عدد من الناس والكل يقدر يستفاد. رأيكم وتعليقاتكم مهمة جدا، فما تحرمونيش منها، وأسئلتكم كلها إن شاء الله قادر المستطاع هرد عليها. اكتبوها لي تحت في التعليقات، وأشوفكم في حلقة جديدة.